ساعات ليلة أمس والاجتياح الإسرائيلي لمخيم جباليا ولبعض مناطق جديدة في شمال قطاع غزة مستمر، حيث اقتحمت الدبابات الإسرائيلية منطقة الأندونيسي والشيخ زايد، إضافة إلى ذلك أطراف كبيرة من تل الزعتر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. ولا زالت الدبابات الإسرائيلية تحاصر مجموعة كبيرة من مراكز اللواء في مدينة الشيخ زايد. الأوضاع مأساوية جدا، جرى عدة استهدافات أدت لارتقاء عشرات الشهداء ومنهم مجزرة بحق عائلة الحواجري أدت لارتقاء نحو 50 شهيدا. الأوضاع في شمال قطاع غزة مأساوية مع استمرار العدوان اليوم 15 على التوالي على شمال قطاع غزة، حصار مشدد، توغلات، قصف مدفعي جوي مستمر، والأوضاع لا زالت مستمرة على نحو متصاعد. أما الأوضاع الإنسانية فهي قاسية وقاسية جدا، ومع اتساع رقعة العدوان ورقعة التوغلات هناك تخوفات من السكان من استمرار هذا العدوان وبالتالي ارتقاء المزيد من الشهداء والمذابح في ظل صمت عالمي رهيب.